خلاص يا شباب، موجودين كلكم الحمد لله. تمام يا دكتور، تمام يا انا دكتور، تمام يا دكتور، طيب يا شباب تمام يا دكتور. بإذن الله تعالى اتفضل. وانا فين؟ قول لي يا شباب، معلش شوف عليا اعمل ايه في الدالة دي علشان احطها في صورة مور سيمبل عن ان هي معطاة. ايه اللي اعمله؟ نعمل شيفت نعمل يمين. شيفت للرسمة دكتور، نعمل نص شيفت طاير يمين. يمين. شيفت يمين. هقول لك حاجة، كلمني بالاكسيز، كلمني من ناحية الاكسيز، اعمل في الاكسيز. هوديها شمال، الواي اكسيز شمال، شمال. واي اكسيز شمال نص باي. طب هقول لك حاجة، شايف الاكس اكسيز ده، شايفه؟ كده كده برضه كده. الاكس اكسيز، شايف الاكس اكسيز؟ تمام يا دكتور. يا جماعة هو ممكن يكون أصله على اللي هو إيه رأيك؟ كده بقى سيمتري من ناحية عليك. لا هو حاسة ما عملش. بقت إيه؟ بقت أوت فانكشن. أوت فانكشن كده بقت أوت. أوت فانكشن صح ولا لأ؟ يعني انت مش عارفه، بحيث ان انت تجيبي اللي هي اللي يصلح حال الكلام نسبتك بعدين. بيفتح ريكوردات وانس يا جدعان، مش وقته. ها يا شباب، مظبوط كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. خلاص كونك تحرك الاكسس لفوق، كانك حركت الداله فين؟ تحت لتحت. طيب خلي بالك بقى، استنى. الداله اللي هو مداني اف 2 دي انا ماليش دعوه بيها خالص، انا هاجي بقى للداله الجديده ديت. قول له يبقى انا هسميها اف، دي الداله انا هسميها اف، دي الداله انا هسميها اف، اللي اصبحت ايه بالنسبه ليا؟ اوت فانكشن. دي الداله اف اوف اكس اهي، اللي اصبحت بالنسبه ليا اوت فانكشن في الفتره من ناقص باي الى باي ليا، دي الحته دي، دي ماينس باي على 2 ودي ماينس باي ودي باي على 2 ودي باي. خلاص يا شباب، دي مين دي؟ دي مين دي؟ دي مين دي؟ دي الفانكشن اللي احنا وصلنا لها بعد كده، اف اوف اكس اللي هي ايه؟ اود. ومن ثم اي نو. نعم، في ناس على الويتنج. الدالة دي اوت ومن ثم اي نوت يساوي اي ان كيلو بصفر، وفقط عندي بي ان اللي هو كام؟ بي ان 2 على باي من صفر الى باي. خلاص، لمين؟ لاف اوف اكس ساين ان اكس دي اكس. دكتور هادي الفانكشن الجديدة بعد ما حركت الاكس اكسس لفوق؟ ايوه خلاص. طب هو مش مفروض ان مثلا، مفروض ان عند الباي بتبقى جايه من تحت في الرسمه القديمه، المفروض ان هي تبقى جايه من تحت؟ مش فاهم يا ابني، مش فاهم. يعني لما انا حركت الاكس اكسس لفوق، المفروض عند البوينت بتاع الباي المفروض تبقى جايه من تحت كده مش من فوق بالنسبه للرسمه الاصليه. حاضر. عشان مش فاهم دي، هي كانت كده اصلا. تمام صح. تمام. طيب بص يا حبيبي، ايه اللي مزعلك؟ قول لي ايه الفرق بين اللي انا رسمه والشكل اللي قدامك ده؟ ايه الفرق بينهم يا ابني؟ عند باي ذات، عند البوينت باي، دي باي شايفها؟ لا
يا حبيبي شايف شايف النقطتين دول؟ من ماينس باي الى باي. زعلان ليه؟ اهو من ماينس باي. ايوه 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 تمام. دي 3 باي على 2 3. تمام 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 خلاص تمام. شكرا. ها اي استفسار تاني؟ خلاص. بص بقى بص بقى الاصليه ماليش دعوه بيها لغايه ما جبت الصوره المور سيمبل دي. المور سيمبل دي خلاص. علما علما انك انت هي صح دي دي داله دي داله دي داله دي اوت فانكشن صح بس فيها كونديشن تاني ما حدش خد باله منه. اود هارمونكس بالظبط كده. احسنت يا ابني. الحته دي هي دي وعكسها في الاشاره. الحته دي هي دي وعكسها في الاشاره. الحته دي هي دي وعكسها في الاشاره. في الواقع انا عندي كونديشن ثابت عندي كمان بالاضافه ان اولا اف اوف ماينس اكس بيساوي ماينس اف اوف اكس ده اول شرط. والشرط الثاني ان اف اوف اكس بلس باي بيساوي ماينس اف اوف اكس. يبقى في الواقع انا عندي احسن من كده ب 2 ان زائد 1. بس انا لو عملت كده لا بلا منك مش هقول لك حاجه. 4 على باي من 0 باي على 2 بلا 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 وخلاص. دكتور لو سمحت او في حد في الويتنج ليست كان عنده سؤال لحضرتك ما يخش الاول بعد يخش الاول عاوز يسالني يخش الاول بس. دكتور ايه هو دخل اهو في الويتنج ليست. هو انا بعت الايكويشن ديت هعمل حاجه ثانيه ولا هسيب المساله على كده؟ نعم بعت مكتب الايكويشن ديت. اه طبعا انت ما جبتليش الاصل انت جبت واحده اخترعت لنا واحده. ممكن تكمل واحده سهله فين بتاعتنا بقى؟ انا عشان اجيب الاصليه عشان اجيب الاصليه المفروض اعمل ايه؟ شفت مشيت قد ايه؟ المفروض دي تطلع فوق مسافه كام؟ نص باي يا دكتور. نص باي نص باي او معنى اخر ازود على الداله دي مسافه كام؟ قد ايه قيمه كام؟ نص باي. ازود على الداله باي على 2. اه بص باي بالظبط اهي اهي. طب انا يا دكتور ممكن يجيب لي داله زي ما هي بالظبط بس يتعمل لها ستريتشنج يعني تتضرب في فاكتور لو كنا بناخده من السنه اللي فاتت. اه بس لما اطلع في فاكتور ما بيغيرش الاشارات ما بيغيرش اي حاجه هو بيحط الرقم بس. لا هو بيزود قيم الداله في الموجب وفي السالب. في ناس في الويتنج يا دكتور وده ممكن يجي يا دكتور؟ ما دام في اوبريشنز على الداله فده واحد من الاوبريشنز. دي اشكاليه خالص. ايوه بس شباب. انا لو عملته مش هيغير في الاود او ايفن او كده مش هيغير في اي حاجه خالص يعني هي هتفضل زي ما هي. هو مش هيغير هو بس مش هيغير في حاجه مش هيغير في حاجه. هو ده الفاكتور دوت يظهر في المسافه بتاع صفحه 8 8 و9 لكن ما بيظهرش هنا بالظاهر هنا حتى مش ظاهر في ولا مساله من اللي موجودين عندك هنا. ليه؟ لان هو في المسائل دي كان كل اللي يهمه يزحها يمين يزحها شمال يطلعها فوق يطلعها تحت ما بيغيرش من قيمها هي خالص وبالتالي ما ظهرش الفاكتور بتاع ان انا اضرب في حاجه الاستريتشنج ده خالص. خلاص يا شباب. سؤال هل ده التحويل الوحيد اللي ممكن اعمله؟ لا في ممكن تحويل ممكن احرك الاكس الواي اكسس الواي اكسس. ايوه ممكن اجيب الواي اكسس كده يعني حركه الداله ناحيه اليمين ما اجيب الواي شمال بحركه الداله ناحيه اليمين صح؟ ايوه. بس الحاله الثانيه اللي انت تقدر عليها هو انا كده يا دكتور بعمل ماينس باي اوفر 2 صح؟ استنى 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 دي الشكل الجديد ده اسمه ايه؟ الشكل الجديد ده اسمه ايه؟ ده اسمه اف اوف اكس. ده الشكل الجديد صح؟
ايوه خلاص. انت بتقول ايه؟ دي اللي عندي انا عاوز اجيب اف اسمها اف 2 اعمل اف اف اوف اكس عشان اجيب لك اف 2. معلش يا دكتور هات الورقه يمين شويه بس. انت اصلا بتجهز اف اوف اكس كامله بتجهزها كامله ثم تسال نفسك ايه اللي اعمله ايه اللي اعدله على اف اوف اكس عشان اجيب اف 2. ها ماينس باي اوفر 2 ازيح محور واي فين؟ ناحيه اليمين صح؟ اه بالظبط. يعني ازيح الداله ناحيه الشمال صح؟ تمام يا دكتور تمام. يبقى زود عليها باي عتي مش هطرح منها. وانا لما بوديها الشمال بزود عليها. لا ايوه بس انهي داله اللي بتتودى؟ اف مش اف 2. فزميلك اتلخبط وتخيل بودي اف 2. لا ده انا بجيب اف 2 من اف. تمام. يبقى انا بخلص بالكامل بالتمام والكمال. بخلص اف كامله ثم اسال نفسي اعمل ايه في اف عشان اطلع اف ايه اللي مداني اهو. خلاص؟ عكس 8 عكس 8 كنت بتسال اعمل ايه في الداله المعطاه عشان تطلع الداله اللي هو بيطلبها في ايه في المساله دي. لا ده انت اللي بتخترع داله جديده من الداله المعطاه وتحطها كده تحطها كده وتقولي اعمل في دي ايه عشان تطلع اللي كانت موجوده ليا في راس السؤال. خلاص يا شباب؟ اه تمام تمام. عشان كده هتلاقي كل الاشارات اللي في السؤال ده عكس الاشارات اللي في السؤال الثاني اللي في السؤال بتاع صفحه 8 و9 هتلاقي عكسها تمام. هناك زائد هتبقى هنا ناقص وهنا ناقص هتبقى هناك زائد. ها؟ ايه كمان؟ اه فعلا بس كده تمام ماشي يا دكتور. يعني بعد ما بشتغل يا دكتور بكتب بس اخر ايكويشن اللي حضرتك كاتبها اللي هي اف اه ال ال اه اللي هعمله في الجديد ده اللي انا بقترحها اللي تمام خلاص عشان اجيب الاصليه اللي هو مديها لي. تمام ماشي. انا قصدي يا دكتور احنا بعد ما كتبنا الايكويشن بتاعت الشيفتنج ديت في الاخر خالص اللي تركها لاصلها هل هنكتب حاجه تاني في الايكويشنز؟ انت المفروض بقى تقول لي بقى في الجديده دي الجديده دي انت جبتها دي. انا جبت الايكويشن مفتوح اصبحت ايه؟ دي الجديده اصبحت ايه؟ وايه الكوفيشنز اللي انت مناظرين ليها؟ بس كده المساله تكون خلصت. اه والتحويله يعني بتعمل كده تحويله. انا بقى انا بتكلم كده. اه بص بص حاضر. واحد رسم سهل جديد. اتنين اي نوت اي ان دي ان في الحاله الجديده. ثلاثة كيف أتحول من الحالة الجديدة لرأس السؤال أو للدالة الأصلية؟ بس معايا دي في الـ AN والـ BN والـ A نود يا دكتور. بس أنت اعملي بس العلاقة دي متشكل أو بس أنت اعملهم بس. تمام ماشي شكرا. إيه كمان يا شباب؟ دكتور لو سمحت عندي سؤال. اتفضل يا حبيبي. هو انا الواي اكسس ممكن احرجها يمين او شمال صح؟ بالضبط. والاكس اكسس وايه بقى؟ ايه اللي يحدد لي في الامتحان بقى ان انا احرجها يا اما لا مش انت اللي هتحدد نفسك مش انا اللي هحدد لي. يعني عادي لو حركتها يمين او شمال؟ لا مش عادي لو حركتها مش ماشي مش عادي. اسمها على حسب انا شايف السيمتري جاب ازاي. طب لو ينفع من اليمين او الشمال؟ خلاص مفيش ما دام ينفع يا ابني حركه زي ما تعب ده ينفع. وانا بختار اكتر حاجه مش هتخليني اطلع كوفيشنز يعني اكتر حاجه هتخليني الغي كوفيشنز ما احسبهاش صح؟ اجيب قصدك بجيب السيمبل استفراغ. اه بالظبط. نعم شكرا دكتور. هو انا
باجي بعمل شيفت لما باجي بقى احول الداله الجديده للداله الاصليه بشوف انا عملت شيفت قد ايه وازود عليه صح ولا ايه بالظبط؟ حاضر بنتي حاضر لحظه واحده بس. بص كده في زيك من شويه كان بيتكلم يقول ادي محور واي حركه يمين محور واي دي كان بيسالني على محور واي حركته يمين معاك يا دكتور ايفن اي حركته شمال ايفن اي فهو قال لك فرص واي شوف انا فصل لك ايه سجست يا عم انت اقترح يا عم انت اقترح انا لزمتك بحاجه اقترح خلاص معايا يا ابني معاك. فانا وريتك اقتراحين اهو وريتك اقتراحين خلاص الاقتراح الاول ان انا حركت محور واي والاقتراح الثاني انا حركت محور اكس معايا يا ابني معاك يا بس خلاص بالنسبه لزميلتك كانت بتتكلم من شويه زميلتك كانت بتتكلم من شويه انت بعد ما اقترحت بتسال نفسك سؤال ايه اللي اعمله على اللي انا اقترحته عشان اطلع الداله الاصليه خلاص فهو بيقول لك هنا ايه بص بيقول لك ايه عشان اجيب اف 2 روح ل اف في اكس دي وشيل كل اكس وحط باي على 2 عرفت بس لو عديت من قدام العتبه بتاعتها عشان اجيب اف 2 روح ل اف اكس دي واعمل بس كبيره تبقى رخمه انما لو شاب لا قول له انا عملت لك ايه كلمه ادب الاول يعني قول له انا سهل عليها عملت لك ايه لا اله الا الله مش قاعد مثلا واخد الكبوت انت فاتح مايك في واحد في عبد الرحمن رجع برضه وانت بتتكلم يا شباب مايك ما انا عارف مين هو عشان نقول له بس يا فلان اقعد بطل كلام اوقف المايك الحسين عبد العزيز لا مش انا اللي كنت بتكلم الدكتور هو قفل المايك ان شاء الله والله طيب يا شباب طيب خدت يا بنتي اللي بالك اللي بتسالني ديت انا مع حضرتك يا دكتور طيب ايه تاني يا شباب دكتور إيه انا عندي طب لو هو حرب طب مش انا بس بسال دلوقتي لو انا مثلا حركت الاكس اكسس من فوق لتحت يعني لفوق او تحت برضو الشيفت بيبقى زي ايه لا ايه فوق تحت ايه الكلام اللي بتقوليه يا بنتي يعني انا اجيبه تحت هستفيد منه ايه يعني تحته استفدت ايه لا الرسمه تنزل لتحت الرسمه تنزل لتحت ما هي يا بنتي ما هو ايكويفالنت احرك الاكس اكسس لفوق هو نفسه اللي الرسمه تنزل لتحت فانا ببسطها لك بس كوني عملت كده يعني عملت خليت طرحت من الداله نزلتها تحت بس عشان زياده في التوضيح بحرك الاكس اكسس احنا بنحرك في الواقع الدال ايه كمان دكتور كان عندي سؤال بس في اللي هو علي صوتك اصلح حالك مش سامع علي صوتك عندي سؤال في الشيت اللي هو كان اون ذا روت هارمونيك اناليسيس 2 اللي هو كان سؤال طيب سؤال هل انا تناولت هذا الشيت قدامك هنا لا هو كان في حاجه في الشرح رد على السؤال انا تناولت الشيت تناولته معاك هنا لا دكتور خلاص ما تتكلمش فيه تمام دكتور هو انا كان عندي سؤال خاص بالامتحان بتاع بكره عشان اعرف اجاوبه يعني ولا لا هو حضرتك كنت من شويه قلنا لك على موضوع التكامل وكده فحضرتك قلت لنا انه لو تعرفوا تفاضل كمان فده هيكون شيء كويس فهو تعرف تفاضل ليه تفاضل اقول لك السؤال يعني لا بس يعني انا مش فاكر قد نكون اخذنا وانا يعني ما مذكرتش مش فاكر ان احنا اخذنا حاجه في التفاضل الترم ده هتعرف بكره ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله تمام يعني اتمنى اعرف وحله يعني لا لا لا, لا ده اللي مش هيحله هيطلع من الامتحان في منتهى الزعل في منتهى الزعل من نفسه هو سهل يعني سهل انا قلت له عملت حل سهل الحمد لله عليه نص الدرجات طيب ولا ايه يا دكتور لا يا عمي لا يا عمي لا
دي حته كده بس فانتاستيك كده حلوه كده جميله كده. انت يعني عاوزه بص هتروح الامتحان فايق هتحل، هتروح الامتحان مطبق مش هتحلها. بس عشان الناس تبقى فاهمه بس اقول لك صلي العشاء ونام، طول ما خلصش احسن نام ولا يهم، نام نام واصحى الفجر تجيلك البركه. لكن تفضل مطبق هتروح مدايخ ومدروخ ومش هتعمل حاجه. ماشي يا دكتور. هو انا عندي عندي سؤال تاني معلش. قول يا حبيبي قول. يعني هو انا قعدت اذاكر وبتاع ودلوقتي الواحد حاسس نفسه تايه خالص، وهو كده الدنيا خالص والله. ليه؟ لان هو الشيء ده لو انت مذاكر حته جزء النظر الاجزاء النظريه احنا عملناها واكتفيت بحل هذا الشيت بارك الله فيك. تمام يا دكتور خلاص. لو يعني وتلاحظ هقول لك حاجه، صفحه 2 صفحه 2 في ال هذا في هذا في هذا الصفحه 2 دي هي دي الموضوع كله صح ولا لا؟ شايفها ولا لا الصفحه 2 دي؟ شايفها؟ ايوه ايوه شايفها يا دكتور. بس هي دي الموضوع كله كله بالكامل في الفلوس هي دي كلها خلاص. كل المسائل من صف من مساله اخرى بيدور حوالين دي. هات لي مساله في الشيت مش داخل فيها الصفحه الاولانيه دي، الصفحه رقم 2 دي. الويتنج يا دكتور. نعم في ناس الويتنج، في ناس الويتنج. حاضر يا حبيبي حاضر دكتور. هو انا عارفه ان احنا اتكلمنا كتير على مسائل الكتابه بس حاسه برضو ان هي مش ظابطه معايا، حاسه برضو ان انا تايهه فيها. تشوش حد يا بنت ولا بتتكلمي معايا؟ لا بكلم حضرتك. قولي يا بنت مش سامع صوت. ولا حضرتك انا عارفه ان احنا حلينا مسائل كتير على الشفت بس حاسه برضو ان انا تايهه فيها. هاتي مساله تانية احلها لك على الشفت. قولي اختارت. طب اختاري انت بقى. اختارت انا اخترت انت اختاري انت. طيب هو انا لسه صراحه ما حلتش الشيت فمش عارفه. الله واحد لسه في حاجه ما ذاكرهاش يا بنتي. دكتور معلش هو في المسائل بتاعت السجستشن دكتور حضرتك قلت عليها، هو حضرتك قلت يعني حضرتك كنت عامل يصلح حالك بس قربي من المايك لان انا مش سامع الصوت كويس. اه معلش انا اسفه. كنت بقول لحضرتك مسائل السجستشن اللي حضرتك حليتها حضرتك كنت عامل مره بالايفن ومره بالاود. هو احنا بنعمل واحد بس في الامتحان صح؟ بتعملي ما يطلب منك، ما يطلب منك. لما بسيبش الطالب التايه بقول له اعمل كذا. تمام شكرا يا دكتور. شكرا لله. وزي ما قلت لكم لما بديك دل على فتره معينه اذا طلبت وان تايب تعتبر الفتره دي نص الفتره لفتره التكرار. اذا اديتك تو تايبز تعتبر الحاجه اللي بديلك دي ربع فتره التكرار. وقلناها دي في بدايه الميتنج النهارده مش كده؟ الناس نامت ولا ايه؟ دكتور لو سمحت اللي كانت بتسال على موضوع الشيفتنج ممكن حضرتك يعني تقول لنا نزود امتى وننقص امتى؟ اللي هي اول صفحه اللي هي الشرح بتاع الشيت اللي هو بعنوان اون ذا واي تو هارمونيك سكول. بص يا بنت بص يا بنت بص بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لنا اف اوف اكس او اف 1 اوف اكس وادي اكس خليها تي احسن F1 of T وادي T ومديني الدالة بتاعته كده. صفر اتنين باي خلاص؟ ادي الداله خلاص يا بنتي. تمام يا دكتور مع حضرتك. طيب
انا عاوز الداله دي، الداله دي لو واحد من الطلاب قال لي انا اكررها تاني، انا اكررها تاني كده، من ناقص 2 باي لغايه 0. سؤال، دي كام دي؟ باي. المكان ده كام؟ دي باي. والمكان ده كام؟ نيجاتيف باي. يبقى الفترة من هنا هنا كام؟ 2 باي. مش كده؟ تمام. لا يهمه دي ولا يهمه دي. ده اللي هي فترة من 2 باي هي. ولا عمل شيفت ولا عمل أي حاجة. خلاص؟ يبقى تمام. أنا عندي كيسز ولا شيفت ولا أي حاجة. بس أنت عيد الدل. أنا بقى في الورقة اللي كنا بنناقشها من شوية دي، لا كنت بغلس معاك في المساء، مش مديك فرصة زي كده. تعيد الدالة على 2 باي 4 باي ما فيهاش سيمتر بقى، ما فيش. لازم تعمل شيفت، لازم تعمل شيفت. خلاص معايا يا شباب؟ طيب. انا واحد ما خدش باله من الحته دي، واحد ما خدش باله من الجزء ده، ما شافش الحركه اللي عملتها من شويه دي، ما شافهاش. الله، الشيفت يسعفه ازاي؟ قول له تعالى يا ابني دلتك اهي، اهي اللي كنا بنقوله في قوله في بدايه المحاضره، يا عم حط افتح في النص كده اكسس في النص وشوف فيها ايه. يحط اكسس في النص يلاقيها ايه؟ يلاقيها قد. قول له الله يا اخي، انقل محور واي هنا بقى، تنقل محور واي ناحيه اليمين، يبقى نقلت الداله ناحيه الايه؟ الشمال. ناحيه الشمال، يبقى اصبحت اف 1 اوف تي متشال متضاف عليها باي على 2. باي نزلتها مسافه باي، هتكون داله جديده اسمها اف 2. ادي اف 2 اهي، حيث اف 2 اوف تي تساوي اف 1 الاصليه بس متزود عليها باي. خلاص معايا يا شباب؟ معايا كده. ماشي. يبقى انا ببص كده بس براحه، انت عشان بس ماخدين في رهبه الامتحان عندكم، لكن بعد الميتنج دي لما تهدى كده وتمسك تاني المسائل ما تبصش في الحل يصلح حالك، ما تبصش في الحل يصلح حالك، خبي الرسمه دي واسال نفسك اعمل ايه عشان الاقي فيها. وبس عاوزه زوجيه، طب اعمل ايه؟ طب ممكن تبقى فرديه مثلا، يمكن تنفع فرديه. اروح بص برضو المساله الثانيه دي مثلا كده، طب اعمل ايه؟ احرك اكس ازاي؟ احرك واي ازاي بحيث اجيب سيمتري؟ ما تبصش في الحل اللي عندك. حاجه ثانيه، المساله اللي فوق دي انا حليتها بكام طريقه؟ المساله اللي فوق دي حليتها بكام طريقه؟ المساله دي حليتها بكام طريقه؟ 2 بطريقه واحده اهي، دي بواحده، دي بطريقه واحده. لا اللي فوق بواحده. لكن دي حليتها بكام طريقه؟ 2 باثنين. في الامتحان لما يقول لك طريقه معينه سابك خلاص تعمل بالطريقه المناسبه ليك، لكن لما يقول لك اعمل بالاثنين لازم تعمل الاثنين. مفهومه دي؟ تمام. يعني هو لا واحده ايفن قفلت ولا لسه؟ قفل ولا لسه؟ لا لسه دكتور. ناس قد ايه؟ 10 دقائق. 10 دقائق. كويس كويس. عملها مره ايفن وعملها مره اود. لو هو قال لك اعملها لي ايفن انت مطالب تعملها كده، لو قال لك حولها لي الاود انت مطالب تعملها كده، قال لك سجست اعمل اللي تعمله، يبقى انا اشوف صيغه السؤال واجاوب زي على اساسها. قال لي اعملها اود يبقى انا ملزم افكر اخليها اود ازاي، قال لي ايفن انا ملزم افكر اخليها ايفن ازاي، قال لي اعمل الاثنين يبقى هعمل الاثنين،
قال لي سجست اختار انا اللي يناسبني انا اللي انسب لي انا اللي انا فهمته انا بس. الموضوع اسهل وبس عبوزة بتلك رهبة وخوف بس من ايه عشان امتحان على وشك انه يجي ان شاء الله. لكن زي ما انت هتروح ان شاء الله وتشوف الامتحان فيري سيمبل وبسيط وسهل وناقشناه اكتر من ثلاث مرات. اكتر من ثلاث مرات ناقشناه. ما تخافش من حاجة خالص. خالص يعني. واحسن مادة بتجيب فيها تقديرات هي مادة الماس والديسكريت. رايح دماغك. مش هتلاقي مواد عايزين بس اختصار للي هنعمله او هنذاكره يعني لحد الامتحان ان شاء الله من حضرتك كده. ممكن نحل ايه تاني نعيد كده يعني. لا انت المفروض انت ذاكرت مش هتسعى ذاكر. المفروض ذاكرت. فانت دلوقتي تركز بس على دي الصفحة اللي قلت لك على الصفحة 2 دي تكون فهمها كويس وتحاول تعملها بنفسك بقى. ايه الدالة يعني انا من وجهة نظري انا انك تقول كده انا عندي حاجة اسمها even function وعامل even ترسم حاجة even function ترسمها انت بقى ترسم حاجة كده مثلا ادي even في حاجة اسمها odd function وعاملها برضو انت ترسمها. في حاجة اسمها even harmonics وترسمها وحاجة اسمها odd harmonics وترسمها حاجة اسمها down condition حاجة اسمها even cosine harmonics وعاملها حاجة اسمها odd cosine harmonics وترسمها حاجة اسمها even sine harmonics وترسمها. لو انت تمكنت ترسم الثمان رسومات دول لوحدك يبقى انت مفيش مشكلة توصل بس. وطبعا تقول ايه في الحاله دي ايه نوت شكله كذا ايه ان شكله كذا ايه ان شكله كذا ايه نوت شكله كذا ايه ان شكله كذا بس خلاص هي الفوريه مفيش اي حاجه في الفوريه. صفحه في كلها 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 يا صفحه 2 بس مش تقعد تمقمع عينك وتحفظها. لا يا حبيبي انت اللي تعملها. اذا تمكنت من كتابه صفحه 2 بنفسك ستفضل فيسيوس عالقه في دماغك حتى يتوفاك الله عز وجل. ايه كمان شكرا يا دكتور على تعبك والله معانا. بارك الله فيكم واطيب الامنيات ليكم وعندي ثقه كامله كامله انكم ان شاء الله هتجاوبوا الامتحان بالكامل ان شاء الله. شكرا جدا يا دكتور. شكرا جدا. شكرا لله وحده وتصبحوا على خير. انا مش هطلع علشان اعرف اعمل دلوقتي من اهل دكتور. نعم يا ابني. نعم حبيبي. حضرتك وحضرتك من اهل الخير وجميعا الف سلامه. الف الف سلامه يا شيخ. مع السلامه. شكرا جزيلا يا دكتور. جزاك الله كل خير. يا رب امين واياكم ان شاء الله واياكم. شكرا جدا يا دكتور. شكرا لله واحد في رعايه الله. مع الف سلامه يا شباب. مع الف سلامه. الف سلامه. مع السلامه يا دكتور. الله يسلمكم ويصلح حالكم وحالنا جميعا. جزاك الله خيرا يا دكتور.